نشكرها ونشكرك التجربة المبادية المسؤولة والمنوة الصائرة على نجاح هذا البرنامج التربوي وعلى نجاح هذا الحفل. بالمناسبة نفرح نستغل الفرصة باش نقدم باسم جمعية التنمية والبيئة والثقافة واحد كلمة مقتضبة أنه جمعية تنموية هادفة تهتم بالأساس بمجالات الشباب ومجالات الطفولة والمرأة. هي مستقلة مادية وإدارية على أي تنظيم أو حزب. من بين المؤسسين الرئيسيين كان السي حميد السي عادل السي فيلالي وبقية الأعضاء. من هذا المنبر كنقدم واحد شكر خاص للأعضاء وكنقدم واحد تكريم نقول له كان شريف وكان واحد وأعضاء الجهة الإدارية. وأشكر بهذه المناسبة جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين الذين يدعمون هذا الحفل. ولا بد بهذه المناسبة أن تنتهي علي ذكريات إذ لأول مرة ألتحق بهذه المؤسسة العريقة والعاملة سنة 1960 الدراسية فوز 1960. ولهذا تنهال علي ذكريات معينة ثم محطة أساسية إن المخفق أو ما أنسى أن سنة 1960 نيزت باستقلال الإدارة التعليمية عميلة كان يحسوا في نفسنا في ذلك الوقت حتى القام سبوع الثلاثين بدون مدير. لذلك والتي تميزت بنجاح اكبر عدد من التلاميذ في السنه النهائيه في شهاده التوصيل الابتدائيه. وهذا يرجع الفضل الى احد المعلمين وبخلالهم يجب ان نكرمهم كما نكرم جميع الاسر التعليم المتقاعدين المنتخبين من الجامعه. وهو السيد احجام محمد الذي التحق بهذه الدراسه وقد يعني أقام المجهود الجبار حتى استطاع أن يرفع من نسب الناجحين في نهاية التلاميذ وجميع المتلمين أن نكرمه من خلال نكرم جميع الفعاليات المحلية التي تقع على مستوى التعليم. ولا بد أن أشير لهذه المناسبة إلى أن الجمعية والجماعة وأخرى التعليم وجميع المنظمات التعاون ففي إطار الميثاق الوطني للتنمية والتطوير وفي إطار الميثاق الاستعجامي وفي إطار ميثاق الجماعي لا بد أن يكون عشرة وفي إطار أهداف الجمعية التي تحث على التعاون والشراكة والتعاون مع التعليم. لأن التعليم واحد يعني مهمة صعبة
واحدة رسالة كاملة لا يمكن لطرف واحد فقط أن يقوم بها. وأسمحكم على هذه الكلمة وأشكركم مرة أخرى. نشكر إدارة المؤسسة اللي تحتنا الفرصة باش نجمعوا. نشكر الأساتذة.